بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه شرح للشاطبية اللي هي في القراءات السبع. الشاطبية ما يسمى بحرز الأماني ووجه التهاني معروف بالشاطبية للإمام أبي القاسم بن فيروه الشاطبي. تتكون من 1173 بيت مقسمة إلى 3 أجزاء، 94 بيت كمقدمة، 444 بيت أصول قراءات، والباقي كنا طرحهم 494 و 635 بيت فرش حروف. بالنسبة للمقدمة تحكي فيها دعاء وحمد لله وفكرة عن الشاطبية، كذلك تفصل أسماء القراء وطرق الأخذ عنهم سواء مباشرة بغير واسطة أو بواسطة راو أو بواسطة أكثر من راوي. بمقدمة عامة عن الإمام الشاطبي، هو كان أعمى البصر، ولد سنة 553 للهجرة وتوفي سنة 590، يعني عاش 52 سنة، 90 إلى 33. ولد بقرية قرية أندلسية اسمها شاطبية. أخذ شرح التيسير لأبي عمرو الداني في بلنسة، وتعلم منه وذاع صيته في القاهرة بفضل حاكم مصر القاضي الفضل، وجعله مسؤولا عن المدرسة الفاضلية، ونظم فيها 4 قصائد من هذه الشاطبية اللي اسمها حرز الأماني ووجه التهاني. لخص فيها التيسير لأبي عمرو الداني، وهي قصيدة لامية توفى بلا. عنده زادة قصيدة عقيلة أتراب القصائد في رسم المصحف، اختصر فيها كتاب المقنع لأبي عمرو الداني، زادة كيف هو شيخه. وعنده القصيدة الثالثة ناظمة الزهر في علم الفواصل، اختصر فيها كتاب آية البيان في علم الفواصل للداني. ورابع قصيدة هي دالية زادة، اختصر فيها كتاب التمهيد لابن عبد البر. بالنسبة للمقدمة هي ما قلنا 94 أو 95 بيت، تشتمل على قواعد، 6 قواعد. القاعدة الأولى هي رموز الإفراد، يعني الرواة كل راوي وقارئ عنده رمز. رموز الإفراد يعني أبج جهز حطي كلام نصع فضق رست، الألف لنافع، الباء لقالون، الجيم لورش، الدال لابن كثير، وراوييه الهاء للبزي والزاي لقنبل، حطي حاء لأبي عمرو البصري، الطاء لراويها السوسي، والياء للدوري، كلام ابن عامر الشامي بالكاف ابن عامر، واللام لابن ذكوان ابن عامر ابن لهشام، اللام لهشام والميم لابن ذكوان، نصاع النون لعاصم، الصاد لشعبة، والعين لحفص، فضق الفاء لحمزة، والضاد لخلف، والقاف لخلاد، رست الراء لكسائي، والسين لأبي الحارث، والتاء الكسائي أبي الحارث، والدوري التاء للدوري مرتين، الياء والتاء للدوري. رموز الجمع ثخذ وثغش، والواو الجمع يعني كوفيون أو أنت نافع سماء عشان كما به. والواو تبدأ فاصلة بين القاعدة والأخرى، يذكر القاعدة بعد يجيب حرف الواء ويذكر قاعدة أخرى. بالقاعدة الثانية في المقدمة هي الاستغناء باللفظ عن القيد، يعني يذكر لك اللفظ مش لازم يذكر لك اللفظ المخالف ليه، ما انت
مثال ومالك يوم الدين، راوي هنا صير يعني ما يذكر لكش ملكي، يجيب لك ملكي ومالكي، يعطيك ديريكت الخلاف اللي هو في مالكي. يعني القراء قراوها مالكي يختلفوا فيها فقط، في الفتحة ثم أربع قراء فقط ذكروها بالمالكي بالمد، اللي هما عاصم والكسائي وخلف العاشر ويعقوب. بالنسبة للقاعدة الثالثة اللي هي قيد الكلمة القرآنية تخرج عن متشابهاتها، ما تذكر مثلا القيد في الفاتحة، اذكر كلمة الفاتحة كاملة، مالك يوم الدين باش تخرج على مالك متاع آلي عمران ومالك الزخرف. قل اللهم مالك الملك، مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء، والزخرف ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. القاعدة الرابعة هي أنه جعل الضد والضد الآخر في قوله وما كان ذا ضد فإني بضده عني فزاحم بالذكاء لتفضلا. هذا الشاطبي بالضد وطلب مطالب العلم الأتيان بالضد الآخر. الأضداد في الشاطبية نوعان، ضد له عكس يعني يعني في دو سونس، العكس المد هو القصر وعكس القصر هو المد، يعني مضطربة منعكسة لدو فليش. وضد ليس له عكس يعني مضطربة غير منعكسة، مثلا مطلق التحريك ضده الفتح، والفتح مش ضد مطلق التحريك وإنما ضده الرفع، والرفع ما يرجعش ضد الفتح وإنما ضده الجزم، هذه تسمى غير منعكسة ليس له عكس. القاعدة الخامسة في المقدمة هي المؤاخاة، فما حروف تؤاخى في القرآن تشترك في كما فرش نقوله نعمل نون العظمة وياء الغيبة في يعمل، فيها فما حروف فيها مؤاخاة في التوجيه الشاطبية نذكرها. القاعدة السادسة هي الإطلاق، يقول بحيث أتى ولا طويلة، بحيث أتى يعني وأينما وقعت في القرآن، في جميع القرآن إطلاق مضطردة، كيفما الصراط وصراطة سواء معرفة أو نكرة ديما يذكرها قنبل بالسين، بحيث أتى قنبل عن ابن كثير. وطويلة مثلا يذكر الطول ما يذكرش المقدار متاع الطول شنو، سواء اربع حركات ولا خمس حركات لحفص او ست حركات لحمزة ورش. هذو هما القواعد الستة اللي ذكرهم في الشاطئ في المقدمة، هذو هما القواعد الرموز. بعد نمشي ونحكي على القراء، قلنا اذكر فيها اسماء القراء وطرق الاخذ عنها، هذا كله تابع المقدمة. القراء فما ينقسم الى ثلاث اصناف، فما اللي بغير واسطة يعني ديريكت الراويين خذوا عن القارئ مباشرة، كيفما نافع وعاصم الكسائي قالون وورش خذوا عن شيخهم نافع مباشرة، كيف شعبة وحفص عن عاصم، والدوري علي الكسائي وابو الحارث خذوا مباشرة عن الكسائي، زوز كوفيين ونافع المدني. وبالنسبة للدرة كلهم بلا استثناء اخذوا عن شيوخهم بغير واسطة، ابن جماز وابن وردان خذوا عن ابي جعفر مباشرة، ويعقوب روح ورويس خذوا عن يعقوب مباشرة، واسحاق وادريس خذوا عن خلف العاشر مباشرة. بالنسبة للقسم الثاني هو بواسطة، التلاميذ خذوا عن شيوخهم القراء بواسطة راوي واحد وإلا أكثر من راوي، أنت برشا راوي واحد هما زوز، حمزة وأبي عمرو البصري. حمزة درس عليه وقرأ عليه سليم ابن عيسى،
وسليمان بن عيسى هو شيخ خلف وخلد. أبي عامر البصري قرأ عنه يحيى اليزيدي وبواسطته قرأ عنه السوسي والدوري. أما ابن عامر وابن كثير فتعددت الرواة بينهم بين تلاميذهم اللي هو هشام وابن ذكوان عن ابن عامر، والبزي وقنبل عن ابن عامر، فما سند طويل أكثر من راوي. بعد نذكر الفاتحة بالقراءات العشر، فيها أربعة أحكام مضطردة اختلافات من ذا. نبدأ بالإدغام الكبير في قولي الرحمن الرحيم ملك يوم الدين، وانفرد بذلك السوسي. نجيو بعدين الرحمن الرحيم هوني في الإدغام، وبعد نجيو في كلمة ملكي قرأ بمالكي الكوفيون الثلاث اللي هما عاصم والكسائي يعني في الشاطبية، وخلف العاشر بالدرة، يعقوب في الدرة، زوز من الدرة وزوز من الشاطبية. بعد نجيو الثالث حكم الثالث مضطرد والصراط، الصاد اختلفوا فيها، قرأها قنبل في الشاطبية ورويس في الدرة بالسين، قرأها بالإشمام حمزة، وخلف العاشر، لا خلف العاشر قرأها بالصاد اختلف عن شيخي حمزة. والصراط على أصلها البقية غير قنبل ورويس وحمزة اللي هما ابن عامر الشامي وعاصم الكوفي والكسائي الكوفي وأبو عمر البصري وخلف العاشر الكوفي. بطبيعة قالون وابي جعفر ويعقوب روح يعني. بالنسبة للحكم المضطرد الثالث الرابع بعد كنا جبدنا الإدغام الكبير الأول، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بالنسبة فيها جمع خاطر فيها برشا محطات، صراط فيها الصاد فمشكون اللي قرأها بالسين كيف ما قنبل الشاطبية ورويس الدرة، وإلا بالإشمام خلف عن حمزة. زاد هاء الضمير هذه هاء عليهم، فما شكون اللي قراوها بالضم كيف ما خلاد وروح ورويس وخلف، لازم كل قراوها بالهم، خلاد وخلف هذاكم عن حمزة ورويس عن يعقوب وروح عن يعقوب، يعني يعقوب وحمزة قراوا عليهم إليهم إليهم عليهم لديهم كامل القرآن. بالنسبة للميم الجمع هذه الميم الجمع، فما كان منتقلون في الوجه الثاني متاعه، وابن كثير براويه البزي درجة مع قالون في وجهه الثاني، وقنبل زيادة كيف كيف احنا فصلنا بيناتهم خاطر بعد باش يتوقف قنبل في الحكم الاول، هيك علاش فصلنا بيناتهم منه كثير. بعد غير المغضوب عليهم مرة أخرى تعاودة مكررة لا عبرة بالمكرر، أنا زوز قواعد في الجمع في الآية اللي هي لا عبرة بالمكرر، أي حاجة تتعاود ما نعبروهاش ناخذ ديما بالحكم الأول اللي عرضنا في الآية، وأكرم من جاء متأخرا يعني نقدمه في الجمع بالمحطة الأخرانية بالكل هي اللي نعتبروها الأولى، ونمشي واحنا نوخر ما انت نبدأ بالأوجه نبدأ نصفيه بهذه بعد هذه وبعد هذه. بالنسبة لترتيب الأوجه عنا ستة أوجه ترتيبية في الجمع بين ثلاثة محطات هذوما. إذن الوجه الأول بيش يكون قالون في وجهه الأول بطبيعة مع البقية اللي هما غير هذوما الخمسة، البقية يعني ابن عامر الشامي وعاصم والكسائي وأبي جعفر وشكون آخر وأبي عمرو البصري غير حمزة وابن كثير وغير